بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله تعالى هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الانتجريشن ما بين السبرينج سكيورتي الداب والسبرينج بوت، وازاي ان احنا نقدر نعمل الانتجريشن او الريزلت اوف انتجريشن، ان احنا نبدا نستنكيت اليوزرز بتوعنا ثرو الداب، وازاي ده بيبقى يعني حاجه بتعمل سمبليفاينج لليوزر مانجمنت عموما واداره المستخدمين جوه السبرينج بوت ابلكيشنز. فهنبدا ان شاء الله باوفر فيو عن ال داب وال داب استنكيشن، وايه هو الكي وورد دي، عباره عن ايه، وازاي بيشتغل، والكلام ده في الاول. ثم بعد ذلك هنبدا في التكنيكال، ندخل في التكنيكال ديتيلز للانتجريشن ما بين سبرينج سكيورتي ال داب استنكيشن مع سبرينج بوت ابلكيشن. كاوفر فيو سريعا، يعني لو انت بتعمل امبلمنتيشن للوجن فيتشر في برودكشن جريد ابلكيشن، فانت اكيد سمعت عن ال LDAP Authentication، ان انت ازاي بتستنكيت اليوزرز بتوعك ثرو ال LDAP. ال LDAP عموما بيستخدم في اي نوع انفورميشن هو بيسمى، او الريبرزنتيشن بتاعه بيبقى حاجه اسمها هيراريكال. فاي ريبرزنتيشن هو هيراريكال دايركتوري انفورميشن هو بيستخدم فيها ال LDAP، او هو بيبقى البيرفكت يوز للريبرزنتيشن او الاستورج بتاع الهيراريكال دايركتوري انفورميشن. فالموست بوبولار يوز ليه للداب ان هو بيبدا يخزن، او هو مستخدم لتخزين الاورجنايزيشنال داتا بتاعت المؤسسات. ليه بقى؟ لان الاورجنايزيشنال داتا عموما هي هيراركي، بشكل ان انت عندك المؤسسات او التيبيكال اورجنايزيشن بتبقى ممثله في دايركتورز، تحت منها لاير تانيه اسمها المانجرز المديرين، تحت منها لاير تالته اسمها السوبرفايزرز، تحت منها other positions employees ايا كان بقى. وبالتالي هو الـ organizational information هي hierarchical information. بشكل اخر يعني، ان لو انا عندي الـ data بتاعتي hierarchical data، فالـ LDAP mechanism ده بيبقى الـ perfect mechanism ان انا ابدا implement او استخدمه عشان store الـ hierarchical data. في معظم المؤسسات يعني بيستخدموا طبعا الاورجانيزيشن انفورميشن، بتبقى انكلودد مع الكريدنشلز بتاعته. يعني انا بستور الانفورميشن، اسمه، عنوانه، مش عارف ايه، وبحط معاها اليوزر نيم والباسورد انكلودنج الكريدنشلز، فده بيبقى اليوزر ريكورد بتاعي. فانا ببقى مخزن الاورجانيزيشن انفورميشن عن الشخص بلس الكريدنشلز بتاعت هذا الشخص. إن شاء الله تعالى هنبدأ نتناقش في الفيديو ده عن طبعا السبرينج سيكيورتي ال داب اوثنتيكيشن بتفاصيله كاملة إن شاء الله. طيب، الابلكيشنز اللي معمولة، او السبرينج بيزد ابلكيشنز، الابلكيشنز اللي معمولة بسبرينج ال داب بيستخدم فيها عشان يبدأ ينتجريت ال داب دايركتورز، وتبدأ تنفذ الاوبريشنز المختلفة اللي ليها علاقة بالدايركتوري انفورميشن اللي متخزنة جوه ال داب. وبالتالي انت بتبدا تستنكيت وتاثورايز اليوزرز ثرو ال ال داب اللي هو متخزن عليه المعلومات او الهيراريكال انفورميشن للاشخاص اللي موجودين جوه الاورجنايزيشن. فالسبرينج ليست ابلكيشنز، او الابلكيشنز اللي مبنيه بناء على سبرينج ومعموله بسبرينج، هي بتديك التولز واللايبرز، او الفريم ورك بتاع سبرينج بيديك التولز واللايبرز اللي تمكنك من انك تعمل الانتجريشن مع ال ال داب بطريقه سهله، وتخليه هو البوبولار تشويس بتاعك، الحاجة الاختيار الأمثل إن أنت تبدأ تديفلوب الأبليكيشنز بتاعتك عن طريق إن أنت بتبدأ تنتجريت مع ال LDAP. طيب، العملية دي بتتم إزاي؟ يعني ال LDAP Authentication ده يوزنج سبرينج بوت سكيورتي بيتم إزاي؟ إن اليوزر بيحاول يلوجن، فاليوزر لما بيحاول يلوجن بيكلم الأبليكيشن سيرفر، الأبليكيشن سيرفر بيروح واخد من اليوزر ده اليوزر نيم والباسورد، ويروح مكلم ال ال داب سيرفر يقول له شوف لي ده فاليد يوزر ولا لا، عنده الرايتس او الفاليد كريدنشلز ولا لا، عنده الاكسس رايتس ان هو يعمل الحاجه دي ولا لا. وبالتالي ال ال داب يبدا يشوف هل الراجل ده فاليد يوزر وهكذا، ويرجع بالمعلومات دي للابلكيشن سيرفر اللي بيرجع فيها ات ذا اند، يعني للاند يوزر. ده كورك فلو سريع. طيب، السلايد اللي بعد كده هو بيقول لك ايه هو ال ال داب. يعني كلمه ال داب دي لما انت تسمعها دي اختصار لايه؟ ال داب دي اختصار لحاجه اسمها لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول. فاذا ال ال داب في النهايه هو عباره عن بروتوكول،
وعبارة عن اتفاق. البروتوكول ده معمول مخصوص عشان الاكسنج والمنتيننج للديستريبيوتد دايركتوري انفورميشن سيرفيسز خلال النتورك. فهو هذا البروتوكول او هذا الاتفاق المتفق عليه هو ان انت تبدا ازاي تاكسس وتمنتين الديستريبيوتد دايركتوري انفورميشن سيرفيسز اوفر ذا نتورك. فاذا ال LDAP هو لايت ويت اكسس بروتوكول، دي اختصار كلمه LDAP، وهو معمول عشان المينتيننج للديستريبيوتد انفورميشن او دايركت انفورميشن على النتورك. طيب ال LDAP ده بيشتغل ازاي؟ ال LDAP ده زي ما احنا قلنا قبل كده ان ال LDAP ده هو معمول عشان خاطر يخزن المعلومات بتاعه اليوزر اوف ان اورجانيزيشن اللي موجود جوه الاورجانيزيشن. فزي ما احنا قلنا برضو في السلايد اللي قبل فاتت ان احنا اليوزر بيحاول ان هو يلوجن على الابلكيشن، فالابلكيشن بيتشيك مع ال LDAP يشوف هو ده فاليد يوزر ولا لا. لو اليوزر ده عنده ريكوايرد رايتس والفاليد كريدنشلز فيبدا يعمل ايه بقى، يستنكيت الراجل ده ويقول ان الراجل ده فاليد وينفع يدخل عندي السيستم. الابلكيشن بيكونكت ال LDAP عشان يفيريفاي اصلا اذا كان اليوزر ده فعلا فاليد ولا مش فاليد. فاذا ال LDAP انتجريشن مع سبرينج هو فاليبل للاورجانيزيشنز اللي بتستخدم ال LDAP دايركتوريز في اليوزر مانجمنت واداره المستخدمين اللي موجودين جوه الاورجانيزيشن، وبالتالي انا بقدر سكيور ومانج اليوزرز بتوعي بشكل بسيط وسهل. وبالتالي ال LDAP هو عمل انهانسمنت وعمل سمبليفاينج لليوزر مانجمنت وعمل انهانسمنت للسكيورتي والاثورايزيشن كابابيلتيز ل اليوزرز اللي موجودين عندي في الابلكيشن. طيب اللي بعد كده بقى هو فيه كلمه او باسورد، يعني كلمه كده مشهوره اسمها ال دي اي اف، ودي كلمه طبعا لما بتيجي نتعامل مع ال ال دي بروجراماتيكلي بقى لازم انت تبقى عارف الكلمه دي هي عباره عن ايه. الكلمه دي هي اختصار لحاجه اسمها ال دي داتا انترشينج فورمات. الفكرة ببساطة إن أنت عندك ده عبارة عن LDIF، ده عبارة عن فايل أنت بتكتبه. الفايل ده بيبقى عامل ريبريزنتيشن لل LDAP دايركتوري كونتنت. ولو أنت شفت هنا هي ستاندرد بلين تكست. ستاندرد يعني إيه؟ يعني كلنا لازم نكتب بنفس الطريقة، فدي حاجة متفق عليها ولازم تتعمل بنفس الشكل بالظبط عشان تشتغل. فهو ده ستاندرد، يعني حاجة متفق عليها وما ينفعش تتكتب غير بالشكل ده. فانت بتعمل الفايل ده، الفايل ده وظيفته ان هو بيبدا يريبريزنت الكونتنت اللي جوه ال LDAP دايركتوري وبتحطه عندك في الابلكيشن. الاكستنشن بتاع الفايل ده بيسموه دوت ال دي اي اف اللي هو الامتداد بتاع الفايل ده، لازم يبقى بالامتداد ده عشان يعرف يقراه. والفايل ده بيبقى جواه مالتيبل انتريز جوه الفايل ده. عشان تفهم المالتيبل انتريز لازم تبقى عارف الكومن فيلدز دي ايه واختصاراتها ايه والكلام ده كله وكل حاجه بتمثل ايه. ده اللي احنا هنشوفه. الكومن فيلدز اللي جوه ال دي اي اف فايل ده عباره عن ايه؟ اول حاجه اسمها دي ان اللي هي ديستنجويشد نيم، وده عباره عن او دي ان ام ده دي ان ده بيريبريزنت الاسم اللي هو يونيكلي بيدنتيفاي الانتري جوه الدايركتوري بتاع ال ال ده. فدي ان ده مانداتوري فيلد وده موجود، هو بيديك ده كده ده نيم يونيكلي بي ايدنتيفاي الانتري جوه ال LDAP جوه الانتري جوه الدايركتوري اللي موجود عندك. تاني حاجه هي الاو، الاو دي اختصارها سهل وبسيط هي الاورجنايزيشن، وده بيمثل اورجنايزيشن نيم. لو انا شغال في جوجل يبقى جوجل دوت كوم دي الاورجنايزيشن نيم. تالت حاجه اسمها دي سي، وده اسمه دومين كومبوننت، وده بيريبريزنت كل كومبوننت للدومين. لو انا عندي www.example.com فال www دي دي سي، الاكزامبل دي دي سي، الكوم دي دي سي. رابع حاجه اسمها الاو يو، دي اورجانيزيشنال يونت، والاو يو دي بتريبريزنت الاورجانيزيشنال يونت وفي بعض الاحيان باليوزر جروب اللي هو جزء من اليوزر جزء منها، يعني اليوزر بيبقى جزء من الاورجانيزيشنال يونت او اليوزر جروب. لو اليوزر اكتر هو عباره عن جزء من اكتر من جروب فهو انت بتديها طبعا بتبقى سيبريتد بكوما، ان الاو يو ده امبلوي كوما الاو يو ده ادمن وهكذا، ان اليوزر ده جزء من اكتر من جروب.
اللي بعد كده حاجة اسمها سي ان، ودي اللي هي الكومن نيم. الكومن نيم ده بيربريزنت الاندفيدوال اوبجكت اللي انت بتعمل عليه كويري، زي ان هو بيرسون نيم بقى، الميتنج روم، الريسيب نيم، الجوب تايتل، ده كلها كومن نيم. وطبعا ده كومنلي يوزد باي بيرسون، ولازم على الاقل الشخص يبقى له كومن نيم، ده ريكوايرد، ولازم يبقى على الاقل في كومن نيم موجود. اللي بعد كده حاجه اسمها السير نيم، ده زي اللاست نيم او النيك نيم او الكلام ده كله، وده برضو ريكوايرد. سابع حاجه ودي مهمه جدا هو الاوبجكت كلاس، وده بيسبيسيفاي الاوبجكت كلاس اللي تو يوز ويز ذيس انتري، يعني النوع بتاعه ايه. فانت ده مانداتوري فيلد برضو، والاوبجكت كلاس ده ممكن يبقى بيرسون، ممكن يبقى اورجانيزيشنال بيرسون، وهكذا. الاوبجكت كلاس طبعا ده should be included because many LDAP clients require it during search operations for person or an organization person، لأن أنت لازم يبقى موجود الأوبجكت كلاس، لأن ده بيبقى مستخدم في السيرش أوبريشنز على الانترست بتاعة ال LDAP. في طبعا تقدر تريفير للأوبجكت كلاس ريفرنس اللي هي في أوراكل دوك، وهي دي فيها الليست بتاعة الستاندرد أوبجكت كلاسز كلها اللي متعارف عليها. الفورمات ده ايه بقى؟ الفورمات ده ان انت عندك ال LDIF ده بيتكون من اكتر من دايركتوري انتري، ودي بتبقى سيبريتد ببلانك لاين، زي ده، زي الاكزامبل ده، ده هو هنا، ده كل واحد من دول عبارة عن انتري، ده انتري وسيبريتد سيبريتد ببلانك لاين. كل ال LDIF انتري بيتكون من اوبشنال انتري اي دي، وبيبقى required distinguished name اللي هو uniquely identify ال entry، و one or more object class، و multiple attribute definitions. وال LDIF format ده defined طبعا عشان ده standard، فهو ده defined accordingly ال RFC، وزي ما احنا قلنا هو عبارة عن LDAP interchange format. هو لازم ده format standard تكتب فيه الفايل عشان تبدأ تشوف، أو بيمثل a representation لل contents اللي موجودة جوه ال LDAP directories. ده الشكل ببساطة زي ما أنا وريتكم في entry G، ده الشكل دي اللي هو distinguished name، ال object classes، ال attributes، وهكذا. طيب لازم تبقى عارف إن أنت لازم تدي تسبلاي الـ DN طبعا، و at least object class definition، ولازم ت include any attributes required by object class that we define for the entry. بعد كده طبعا all other attributes and object classes are optional. We can specify object class وال attributes in any order بأي شكل، وال space after colon is optional، يعني دي طبعا انت تحطها او ما تحطهاش. وطبعا for example below is a valid entry، طبعا ال UI دي ده بيرمز الى user ID of the person، يعني ده الشكل اللي هو بيقوله بقى. ده ممكن تحط كوما، ده الشكل بالظبط اللي هو شكل الانتري عندك جوه ال دي اي اف. ازاي طبعا يعني ان انت تعمل امبلمنت بقى السبرينج سيكيورتي ده يوزنج السبرينج بوت. خلينا ندخل بقى كتكنيكال وايز ازاي بنعمل ده. السبرينج سيكيورتي طبعا احنا يعني هي وايدلي يوزد سيكيورتي فريم ورك جوه سبرينج بوت، هي بتديك ال ده بسبورت اصلا ان انت تاثورايز وتسنكيت اليوزرز بتاعتك، وبالتالي ده بيديني كلير كات وحاجه واضحه جدا ان انا سكيور الابلكيشنز بتاعتي يوزنج ال ال دي. هنشوف في الديمو ان شاء الله دلوقتي ان احنا ازاي يعني هنعمل الانتجريشن بتاع السبرينج سكيورتي مع ال ال دي يوزنج ال ال دي اوثنتيكيشن مع سبرينج بوت، وازاي بنعمل الانتراكشن ده، والانتراكشن ده بيبقى مور سكيور، وهنشوفه يعني دلوقتي. طبعا احنا هنعمل يعني اليوز كيس ان احنا هنعمل ابلكيشن بيزك ويب ابلكيشن، وبعد كده هنبدا نمبلمنت ال ال داب اوثنتيكيشن كونسبتس عشان نبدا نفولفيل يعني اللي مطلوب في الديمو ده. كستيبس سريعا، انت بتبدا تعمل كريت سبرينج بوت طبعا بتاعتك، بعد كده سبرينج بوت ابلكيشن عادي خالص مفيهوش اي حاجه، بعد كده بتبدأ تحط الديبندنسز اللي انت محتاجها للسبرينج سيكيورتي ال داب اوثنتيكيشن. دي ممثلة في اكتر من حاجة، يعني طبعا في ستارتر اصلا معمول للداتا ال داب، وفي طبعا الانباوند اي دي،
وفي سبرينج سيكيورتي ال داب، طبعا دي مهمه جدا، وفي الستارتر بتاع سبرينج سيكيورتي. دول يعتبروا الديبندنسز المهمه اللي انت بتستخدمها ل ال داب مين. بعد ما بضيف الديبندنسز طبعا بكريت هنا طبعا الفايل ده، بكريت ال دوت ال دي اي اف فايل اللي هو بيحتوي على الانترس بتاعك. طبعا الفايل ده احنا واخدينه من سبرينج اوفيشال دوكيومنتيشن ويب سايت، وده بيشتغل كانه اللوكال دايركتوري بتاعي، ولازم يبقى كومباتبل مع الداتا عشان يشتغل مع ال دي. فانا بكريت الفايل ده، الفايل ده كريته اهو، في كل الانترس بتاعتي، في كل الاختصارات اللي احنا قلناها في المحاضرة اهي، ده انتري وده انتري وده انتري وده انتري. طبعا احنا هنيجي عند انتري معين اللي هو طبعا ده يوزر زي كلها، هنيجي عند انتري معين اللي هو ادمن بتاعنا وليكن ده اللي هنجرب بيه. اللي هو ده طبعا دي كلمة احنا عاملينها، الكلمة اللي احنا عاملينها دي عاملينها بالباسورد انكودر اللي هو ادمن ات 123، دي كده الباسورد، وحطينا الانتري بتاعته اللي هي اليوزر باسورد بالشكل ده، واليو اي دي اللي هو اليوزر اي دي، ده كده الانتري بتاعي. بعد كده انا بابديت الابلكيشن بروبرتي عشان اقدر اقوم الامبيدد ال داب سيرفر اللي موجود عندي. فانا هنا بروح جاي على الابلكيشن دوت بروبرتي، بعرف ال داب امبيدد بورت بتاعي اهو، وبديله طبعا في الكلاس باس بديله الفايل بتاعي اللي هو ده هنا، وطبعا بديله البيز دي ان بتاعي، الكلمتين دول اللي هو انا في النهايه هكتبهم في اليو ار ال اللي انا هبدا اشاور عليه عشان يقدر يشاور على ال داب امبيدد سيرفر ده. بعد كده انا طبعا بكريت كنترولر عادي خالص، كنترولر ده فيه اند بوينت ما فيهاش حاجه غير ان هو يلوجن بس، طبعا لو هو عمل اوثنتيكيشن صح بفاليد كريدنشلز هيبدأ يخش عادي خالص هنا، لو هو ما عملش كده ال ال داب هيرجع ان ده باد كريدنشلز. وبعد كده بكريت بقى الكونفيجريشن كلاس بتاعي اللي هو ال ال داب سكيورتي كونفج، وبعد كده بعمل ايه، بعمل تيست للابلكيشن. طبعا انا بكريت الكونفيجريشن بتاعتي، كونفيجريشن ببساطة شديدة جدا ان هو انا بعمل السكيورتي فلتر بتاعي، السكيورتي فلتر بتاعي بعديه على الفورم لوجن، وطبعا هنا انا بكونفيجر ال LDAP Authentication بتاعي، دي الحته دي هي اهم حته طبعا، انا ببدا اعمل هنا ال LDAP Authentication، وبديله هنا طبعا ال URL اللي هو هيتكلم، ال URL ده هتلاقي ان انا عامل له كونفيجر نفس البورد، وده الحاجات اللي انت حطيتها في الابلكيشن دوت بروبرتي. فيبدا هنا يقوم بقى الكونفيجريشن بين دي اللي هي تبدا تقوم لي الامبيدد ال LDAP سيرفر عندي، وابدا اكلمه او الابلكيشن يبدا يعمل الاثورايزيشن بتاعه، الاوثنتيكيشن بتاعه ثرو ال ال دي. ده ببساطه شديده جدا قدام. كل انا بعمله هنا ده، هنا الابلكيشن كل انا بعمله هنا ان انا ببدا اقوم الابلكيشن بتاعي عادي خالص، وابدا تيست ان انا اجرب اليو ار ال ده، اخد اليو ار ال ده هنا طبعا، قام بدأ يجيب طبعا السيرفر بتاعي الامبيدد سيرفر بتاعي بتاع ال LDAP، خلاص مفيش حاجة أنا هنا بوتستراب، مفيش أي حاجة هنا، كل كده السيرفر قايم عندي. هبدأ آخد طبعا هنا السيرفر قايم على 8080، هبدأ آخد هنا السيرفر بتاعي هبدأ آخد هنا السيرفر بتاعي هنا لوجن، طبعا هنا انا داخل بادمن، وهنا دي الكلمة هبدأ اكتب بتاع اكتب كلمة غير ادمن، ادمن ات 1 2 3 4 ده هنا، اديني باد كريدنشلز. هنا عمل ايه بقى، عمل استنكيشن مع ال ال داب، هنا عمل استنكيشن لان انا حاطط هنا للادمن ده دي ادمن ات 1 2 3 اللي انا عاملها في الباس باسورد انكود. طيب انا هنا هاجي عايز اغير ده، شيل طبعا هنا
آخر واحدة وقامت صنعت. سوري، 1 2 3 بدأ دخل وعمل successfully login using Spring Security LDAP authentication. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو يكون مفيد وفهمنا الـ different terminologies والـ key terms بتاعة الـ LDAP، وإزاي إن أنا بقدر أعمل integration للـ LDAP مع Spring Boot و Spring Security. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو يكون مفيد وعمل ريكاب سريعا على الـ main aspects و الحاجات المهمة اللي ممكن نبقى محتاجينها واحنا عشان نفهم ال LDAP topic ده عامل ازاي، والانتجريشن ما بينه وما بين Spring Security عامل ازاي، وال different terminologies اللي ممكن نكتبها جوه الفايل عشان خاطر ان احنا نريبريزنت ال LDAP directory information عندنا في الابليكيشن. شكرا جزيلا لحضرتك.